ليا مساحة من الجمال والإبداع بتجمع بين الماضي والحاضر والسر الصناعي اللي بتزيد من رونق الحرفة اللي ولدت بين إيدين السوريين. واليوم رح نستعرض بعض الصناعات من النحاس وأخبار الحاضنة الحرفية في دمر مع السيد عدنان تنبكجي أمين سر الهيئة العامة للمكتتبين في حاضنة دمر. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك. صباح الخير. صباح الخير. اهلا وسهلا فيك استاذ. يا هلا شرفتنا. اول شيء طبعا دائما صباحنا بيزيد قلق بالشغل السوري وشغل صحيح. حضرتكم اهلا وسهلا فيك. بالبدايه نحن حكينا بحلقات سابقه عن الحاضنه السوريه، اليوم الحاضنه السوريه وين وصل الشغل؟ مين عم ينضم لها فتره بعد فتره؟ والافتتاح القريب رح يكون. نعم قرب كثير الافتتاح الحمد لله. قريبا هلا بنحكي موجة صغيرة عن موضوع الحاضنة. هي عبارة عن مشروع نتيجة بحث علمي قاموا فيه زميلنا من وجهه التحية الأستاذ لؤي شكو. نتيجة البحث أخذ موافقة على إنشاء حاضنة، وإنما حواضن كمان، يعني مو بس حاضنة، انطلقت من دمشق إن شاء الله بتكون ببقية المحافظات بدعم مطلق واهتمام كبير من القيادة المركزية لحزب البعث العربي الاشتراكي. طبعا الحاضنة تابعة للاتحاد العام للحرفيين. هي عملية بتكون موضوع انه تجمع لكل الحرفيين وشيوخ الكار المبدعين، مكان خاص للورشات، بيكون قدام عينه الواحد بيكون كذا ورشة ممكن يعطي ابتكار جديد، مثلها ما هلأ رح نحكي عن ابتكار جديد صار دمج بين حرفتين. مكان للتعليم لذوي الاحتياجات الخاصة، لأبناء الشهداء العاطلين عن العمل، مكان خاص مركز للأبحاث العلمية لأول مرة بسوريا أو فينا نقول بالشرق الأوسط، يعني بالوطن العربي ما في ولا حاضنة تراثية، اللي احنا صار عنا حاضنة تراثية بنفخر فيها بسوريا، إنه عبارة عن تجمع أثري حرفي إبداعي تراثي بتلم كل، وفيها مركز ثقافي دور مزادات، فيها بيوت تجاري، تعامل بيننا وبين الدول الأخرى مثل هلا البيت التجاري هو ما ناخذ له فكرة إلا عبارة عن تسويق المنتجات الحرفية. هلا في عنا كمان وجه تحية لصديقنا الأستاذ نزار جبان، هو المسؤول عن البيت التجاري الأبخازي بحاضنة دمر المركزية، وصار في تعاون بيناتنا نحن وياهم نتيجة الحصار كمان. بعيد عن الحصار نحن صار في عنا تبادل مقايضة بالمنتجات الحرفية، ودخل عنا جديد بتوصية لموضوع المرأة الريفية. المرأة الريفية نحن حتى ما تنظلم، تعرف هي أكثر من نصف المجتمع، في تشابك آليات كبيرة نحن وياهم بالتعاون مع وزارة الزراعة وزارة الاقتصاد، صار لحنا المنتجات الحرفية أو المنتجات المرأة الريفية بغض النظر حتى المواد الغذائية أول شيء عليها أقبال كبير، ثاني شيء ما عندهم بصراحة القدرة الكبيرة عن التسوق. مثل شو؟ هلا فينا ناخذ منتجاتهم الحرفية اليدوية، منتجات الزراعية طبعا كل شيء بيصنعوه، وكل شيء كمان بيساووا مواد غذائية. هلا بتعرفي انه في عندك بعض القرى بيصنعوا مثلا دبس رمان، بيصنعوا موضوع الزيوت، بيساووا كريمات بدائيه، كلياتها هي مدعومه بتكون بالتعاون مع وزاره الزراعه اللجنه الاقتصاديه مع اداره الحاضنه الهيئه، بتكون كمان نحن سوينا اليه تشابك لتسويق المنتج تبعهم بافضل الاليات داخل سوريا وخارج سوريا. اكيد معنا بعض القطع النحاسيه المميزه، خلينا نحكي عن هي القطعة اللي صدف مع النحاس، خلينا نحكي عنها بشكل أكبر. قديش أخذت منك وقت وكيف خطرت ببالك الفكرة؟ موضوع الحاضنة هذا هو سبب الإنجاز وربما إنجازات كمان فيما بعد، اللي هو دمج بين النحاس والصدف لأول مرة ما صار. خلينا بس ناخذ الصدف. صديقنا الصدف. بيكون الأستاذ محمد الكجوه هو شيخ كار بالصدف، يعني أنا مثلا شيخ كار بالنحاسيات والسوريات واللمبادرات إلى آخره. صار عملية مشاورات ودمج بين الحرفتين وصار عنا منتج دمج بين النحاس والصدف. صحيح الصدف. يعني هذا الصدف لسه هاي بدائية، يعني هلا ما كمان هاي امبارح بالليل الساعة 12 تقريبا خلصت. هي عبارة عن كوع من السوريا. نعم تمام. هي تريا وهون طعمناها بالصدف تمام. ايه طبعا نحاس معتق يدوي ملبس محلول الذهب ونزلنا له موضوع الصدف تمام. يعني صار عنا دمج وحرفة جديدة بالحاضنة طبعا، يعني نحن عندنا دعم من رئيس اتحاد دمشق الاستاذ عصام الزيبه والاستاذ لؤي، اصدقائنا بالحرفيين كلهم نحن موضوع الدمج. وهلا في كمان كثير احلال المستوردات بالحاضنه حيكون عباره عن يعني في بعض القطع اللي كان نحن نستوردها وصلنا لمرحله انه ما نستوردها، اول شيء بنوفر
موضوع القطع الاجنبي بنحتفظ فيه ما بيطلع لبرا. ثاني شيء عندنا عمليه بيكون ارخص بكثير مما انه نستورده، يعني أكيد. عندك قطعه منتجات ولا مواد عم تحكي؟ التنتين. نحن عندنا مواد بدنا ناخذها، يعني في مواد نحن بعض الوقت وقفنا شغل بسبب صحيح. ما عندنا والحصار يلي موجود. هلا عندك مثلا السيراميك، اوكي، عندنا الاستاذ كمان شيخ كار محمد رمضان، هذا شيخ كار فنان، عندنا ابداع جديد سواه بالحاضنه، هل هو كمان السيد وزير الصناعه اعطاه كل الدعم انه يكون مصنع كامل للمنتجات عن طريق الحاضنه واداره الحاضنه ليكون منتجات من السيراميك. هذا السيراميك هلا نحن كنا نستورده فرضا، سواء اواني منزليه سواء بروجكترات تبع موضوع القواطع الكهرباء، هلا يعني بالمراحل الاخيره رح يصير منتج محلي عليه استهلاك كثير كبير. الخزف عليه استهلاك كثير كبير بسوريا، أكيد. صار ان شاء الله عن طريق الحاضنه بالتعاون مع وزاره الصناعه بشيخ الكار العظيم انه حيصير منتجات من فنجان القهوه للصحن للبروجكتورات للاواني اللي عليها استعمال، كلياتها حتكون بالحاضنه المركزيه وبدعم مثل ما قلنا مواد سوريه. معناتها من الالف الى الياء، معناتها السعر بده يكون اكيد اقل. نحن يعني بالضاهي صارت لانه العالم بخافوا يجيبوا، خلينا نقول بالضاهي الصيني وارخص، عرفت كيف؟ بالضاهي وارخص بكثير. تمام، يعني صار في فائده كثير عامه ان شاء الله. تمام، خلينا نحكي على القطعه الثانيه، قطعه الانحاس، الميزان، خلينا نحكي كمان عليه كيف خطه. هلا ميزان رمز للعداله، ان شاء الله يا رب تكون العداله قائمه بوين ما كان. هذا كمان عباره عن زخارف نباتيه قديمه. تمام. والصحن كمان عباره عن زخارف اعمارها بتفوق لل 100 120 سنه، حطينا رمز الدلالات العداله بيكون عليه استقطاب كمان. كيف ملاقي الشغل بازمه كورونا؟ كيف كان شغلكم ولهلا انتم مستمرين؟ هلا بازمه كورونا نحن ما وقفنا ابدا. تمام. يعني نحن عن طريق رئاسه مجلس وزراء اخذنا كتاب وصار الشغل قائم بالحصار تبع كورونا. انتجنا بجمعيه سوا الانتاجيه لموضوع كل ما بيخص الكمامات وبعض الزي العسكري بطريقه المؤسسه العسكريه، صار في تشابك وصار في اليات عمل ورديات. حلاوة الموضوع انه المتدربين والمتدربات من ابناء الشهداء اللي كانوا بهي الجمعيه بنوجه لهم التحيه للاستاذ عبد المجيد، انه صار في عنا منتج من واحد كان من الالف الى الياء، يعني تعلموا وصاروا قوه منتجه. طبعاً. هن انتجوا موضوع الكمامات، موضوع الزي العسكري، وهذا شيء كثير رائع. ما وقفنا عن العمل طبعا ضمن الاجراءات الاحترازيه. أكيد. الاجراءات هلا احنا اول شيء عقمنا الحاضنه كلها بشكل جيد من البوابه الى تفوتي لجوا، وفي التباعد المكاني والاجراءات، يعني احنا عم نواجه هذا الموضوع، اكيد لازم نكون حريصين. اكيد ان شاء الله يا رب البلد تتعافى من هذا ان شاء الله. ان شاء الله يا رب. استاذ عدنان، يعني عم نحكي عن المنتجات يلي عم تصدر الحاضنه، وبعدها لهلا يعني بانتظار يمكن ايام قليله للافتتاح. تقريبا فينا نقول مو اكثر من 20 يوم تم موضوع الافتتاح على مراحل حتى نستقطب اكثر ناس، لانه بصراحه يعني في كثير اقبال حتى عن طريق التواصل الاجتماعي، طريق الاتصالات، وبأخص شيء انه في عندنا دورات هلا، في عندنا جمان الزين واستاذ عبد الرحمن يعني عم يساووا هلا مشروع اكاديمي، في عندنا مركز الابحاث، يعني ما بدي احكي عن كل المفاجات هلا بالافتتاح. الافتتاح حيكون على مراحل ان شاء الله. الافتتاح مراحل، كل قسم راح يكون مثلا حدا من الشخصيات المهمة. خلينا هون نحكي عن الدورات. نعم. النتاج، يعني نحن يمكن مواكبين المراحل وعم نواكب. انا اصريت انه على الاخباريه السوريه هذا المنتج هذا المنتج امبارح الساعه 12 بالليل الخطوه الاولى اللي صار قطعه من المراحل انه يكون عن طريقكم، لانه الاخباريه السوريه على طول على طول ما بتاثروا معنا باستمرار، حتى بالمعارض الخارجيه بيكون عم يكون تواصل معكم. اكيد بوجه لكم تحيه ولكل الطاقم والمصورين وكلكم كلكم واجبنا اكيد. لكن خلينا نحكي عن نتاج الدورات والدمج، يعني شفنا نحن دمج هي القطعة وعم نشوف نتاج العالم عم يستفيدوا من الدورات. هلا الدورات تقريبا الدورات كثير مهمة، قد عم يستفيدوا حتى العالم اللي ما عندهم خبرة. شوفي لقلك هلا واحد عاطل عن العمل وما في مين يستقطبه، وبيلاقي هذا المكان أول شيء مكان يعني في طاقة إيجابية، في خضار، في عندك مثلا
مكان خاص للاستجمام للرياحة، وفي عندك مناظر خلابة، هل هي عم تكون موضوع الحرف اليدوية؟ هلا بتلاحظي هو التكية السليمانية بيجيها ناس كثير، ويعني شغلة كثير حلوة انه الواحد عم يطلع هيك انه كيف عم يتصنع موضوع الصدف، كيف عم يصير الطرق على النحاس، كيف عم يصير موضوع الموزايك، ما بالك بشكل أوسع. وفي عنا هون مكان خاص للتعليم، ورشات كبيرة عم تكون قدامهم، يعني تشجيع، وفيما بعد نحن الشاطرين واللي عندهم الكفاءات نحن متعهدين انه نخليهم عنا، نأمن لهم مكان عمل. في دعم من وزارة الاقتصاد فيما بعد اذا صار هذا اللي متدرب او المتدربة انه فيما بعد عنده الكفاءة العالية بيفتحوا له مشروع صغير. تمام، يا اللي حابب هلا يشارك معكم كيف، يعني اللي حابب يجي هلا ويتدرب عنكم كيف؟ نعم، بيتواصل مع الاداره او اتحاد دمشق او اتحاد العام للحرفيين انه هو بده ونحن عم نعلن عن الدورات هذه عم تكون بالنحاسيات، بالميك اب كمان عندنا في ما يخص الحلاقه النسائيه كمان موجود، تصنيع الشامبويات والصابون يعني والشموع، يعني اذا الوحده صبيه ما تخجل ابدا خلال شهادتكم الكريمه، اي واحد عندها ممكن يكون نستفاد من إبداعها، عندها فكرة تفيدنا. تمام صحيح، يعني أي حدا عنده فكرة طبعا. مو بمجال النحاسيات ولكن هاند ميد بشكل عام. أكيد تأكيدا لهالكلام صار عنا لحنا بالمحافظات، بدينا بمحافظة الهادية، دكتور بشار عيسى صار مدير مكتب الحاضنة وعم يستقطب كل المبدعين، ورح يصير كمان ورشات عمل بما يخص موضوع الزوارق، لأنه يعني بتعرفي أهل الساحل مشهورين بما يخص موضوع أكيد. الزوارق وتصنيعهم، ليش لا يعني، وحتى بمدينة حما إن شاء الله بمحافظة حما كمان عم يصير عنا إبداع بكل محافظات ان شاء الله والطريق قادم بما تشتهر يعني. ولكن خلينا نحكي اليوم ما عم نعمل نحن دورات عم نفيد العالم بنوع من التراث اللي هو ما لازم صحيح. حافظنا على التراث، حافظنا عليه للتراث، انشانا حرف تراثيه جديده بموضوع الدمج، العاطلين عن العمل صار ما عاد عندهم، وبعدين بيكون عنده طاقة سلبية بالبيت انه ما عم يلاقي، ممكن يكون عنده إعاقة بايده نتيجة ظرف ما، نتيجة الحرب، ممكن برجله، طيب انت برجلك مثلا عندك لا تخجل، انت هدول ايديك الذهب اللي احنا بدنا اياهم، يعني ممكن افكارك اللي احنا نستقطبها وتفيدنا. هذا الموضوع قائم تمام، هذا الموضوع اكيد قائم. خلينا نحكي شو بيميز حاضن الدمر عن غيره برايك؟ حاضنة الدمر هي مستوفية كل العناصر، العناصر قلت لك انه موضوع الورشات العمل، المعارض، ساحة معارض عالمية، يعني فينا نقول من شان ان شاء الله بكره بس البلد تعافى، في تواصل مع كثير بلدان من برا صديقة وشقيقة انه يجوا يعملوا معارض وبيفيدونا بتبادل الخبرات. اكيد. وفي كمان مكان بموضوع التعليم، يعني احنا في موضوع التعليم ابناء الشهداء وبنات الشهداء العاطلين عن العمل، الواحد يعني خجلان من نفسه، عنده كفاءه وخجلان يقول الفكره، يجي يقول الفكره ونحن بننمي له اياها ومستفاد وبنفيده، وهذا مشروع بصراحه بيعطي طاقات ايجابيه كثير حلوه، وبتلاقي الابتسامه مزروعه عن الزوار وعن الحرفيين وشيوخ الكار والمتدربين كمان بحاضنه الدمر المركزيه للحرف التراثيه، وهلا مثل ما قلت ان شاء الله بتتوسع الامور وبتصير بكل المحافظات ان شاء الله يا رب. اكيد نحن بنتمنى لكم كل الخير. استاذ عدنان، بالختام كلمه بتحب توجهها بعد 20 يوم الكل اكيد رح ينطر الافتتاح، وبدنا ننطر بعدين الافتتاح الكامل بما انه على مراحل راح يتم افتتاح الحاضنه السوريه، فكلمه اخيره بتحب توجهها؟ بوجه التحيه للقياده المركزيه لحزب البعث العربي الاشتراكي، وزاره الصناعه، وزاره السياحه، وزاره الاقتصاد، حتى الاتحاد العام للحرفيين، اتحاد دمشق اللي ليالي عم يسهروا مشان يقدموا لنا الصاحبين الكفاءات العاليه، وكمان كل واحد او كل صبيه عم تسمعنا عندها ولو موهبه صغيره ما تخجل وتجي لعنا، ونحن بنكبر فيها، البلد بحاجه كل الناس الوطنيين والقائمين على المشاريع الصغيره ومتناهيه الصغر، وحتى اللي بعد فيما بعد انه تصير كبيره. اكيد نتشكر وجودك معنا، نتشكر جهود كل الحفاظ على التراث السوري وعلى مجهودكم الكبير لبناء كمان مثل ما بنقول جيل المستقبل بالطريق، وكمان عم تحطوهم اكيد بالطريق الصحيح. شكرا لك، شكرا لوجودك معنا، نتمنى لكم العافيه. شكرا لكم.